السلام عليكم. خبر عاجل، بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفايدة 25 نقطة أو ربع في المية. كده أسعار الفايدة في الولايات المتحدة الأمريكية بتتحرك ما بين 5.25% و5%. 25 نقطة كانت متوقعة من خبراء كتير، لكن جت مع أزمة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي انهيار بعض البنوك في أمريكا، وده عامل قلق كبير جدا وخوف وذعر من حدوث أزمة مصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون بداية لانهيار بعض البنوك الأخرى في أوروبا. ليه الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفايدة؟ علشان يحجم التضخم، وهو مستمر في سياسته لتحجيم التضخم، بل إن باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قال إن البنك المركزي هيستمر في رفع أسعار الفايدة خلال الاجتماعات القادمة. وده كان صدمة للأسواق، لأن أسعار الفايدة لها تأثير كبير جدا على البنوك في الولايات المتحدة، وكان العامل الرئيسي في انهيار بعض البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية زي بنك سيليكون فالي. إلى جانب أن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية هتؤدي إلى تجديد الإقراض للأسر والشركات، وبالتالي ده هيؤثر على النشاط الاقتصادي وعلى التوظيف وأيضا استمرار التضخم. إيه تأثير رفع أسعار الفايدة الأمريكية على الفايدة المصرية؟ تأثيره إن ده بيزيد من احتمالية إن البنك المركزي المصري خلال الاجتماع القادم اللي هو 30 مارس يرفع أسعار الفايدة. التوقعات رايحة ما بين 1-2%، وزي ما حضراتكم شفتوا دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات رفعوا أيضا أسعار الفايدة ربع في المية، وده نتيجة لأنهم مرتبطين بالفايدة الأمريكية. في سؤال جه على القناة حوالين هل في تعويم للجنيه المصري ولا لا؟ الإجابة على السؤال ده، البنك المركزي المصري اتبع سياسة مرونة سعر الصرف. يعني ايه مرونة سعر الصرف؟ يعني ان الدولار هيخضع لآلية العرض والطلب، المعروض زاد من الدولار، الدولار هينزل، المعروض قل وفي طلب على الدولار كبير، الدولار هيرتفع. هل في قفزات في الدولار؟ ده مرهون بعوامل كتيرة جدا، زي استمرار الأزمة العالمية، زي في مشاكل في موارد مصر من النقد الأجنبي، زي ما قلنا ان الموضوع متروك لآلية العرض والطلب. وحضراتكم أكيد سمعتوا خبر أن صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر 7 مليار دولار، إلى جانب بعض العوامل الأخرى اللي الحكومة المصرية تتخذها لزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي، زي الطروحات الحكومية، زي السكوك الإسلامية، وغيره من الأدوات اللي اتبعتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية. في النهاية الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفايدة ربع في المية، وده للسيطرة على التضخم. تأثيره على مصر بيزيد من توقعات رفع الفايدة ما بين 1-2% خلال اجتماع البنك المركزي القادم. لو في أي تساؤلات اتوهلنا على القناة، تنسوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس علشان يوصلك كل جديد، ومشاركة الأصدقاء لتعميم الفايدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. المضمنة، ايه هي القروض المضمنة؟ القرض المضمن ببساطة انك انت يكون عندك شهادة ثابتة بتقدر ان انت تاخد بضمانها قرض، مش هتستنى كل الاجراءات الخاصة بالقروض التانية. انت مجرد ما بتوقع على طلب عند البنك ان انت عايز تاخد قرض بضمان الشهادة الثابتة بتاعتك، تقدر كده تاخد قرض خلال يومين عمل. فلوس القرض بتنزل في حسابك، تقدر انك انت تسحبها عن طريق ماكينات الاي تي ام، او انك انت تسحبها من خلال